الفنانة صبا مبارك قدمت دور مهم جدا وقوي في مسلسل أفراح القبة، وكان دور صبا قوي جدا بالنسبة ليها وصادم بالنسبة للجمهور، فكانت أنانية وشريرة بشكل كبير جدا، وكمان كان في استعراض ولون مختلف عن اللي قبل كده قدمته، وأعمالها اختلفت عن بعضها سواء كانت في السينما أو الدراما. بتشارك الفنانة صبا مبارك حاليا في مشروع سينمائي كبير وهو بعنوان التمن، واللي بيتكلم عن قضايا مهمة وهي اللاجئين السوريين في المجتمعات العربية وتحديدا في مصر، واتكلمت عن دورها وقالت ان الموضوع ملوش اي علاقة بالسياسة لكنه من ناحية انسانية، وكمان اتكلمت ان اصعب شيء ممكن يتعرض له الانسان هو ان يكون مهاجر من وطنه. يعني انا حظي سعيد في الحالتين، في البطولة مع عمرو يوسف وفي فيلم الثمن، منتجه شريف مندور ومخرجه هشام العيساوي وكل الاساتذه اللي شاركوا معانا في الفيلم. والفيلم فعلا قصته انسانيه ومؤثره، ويا رب الناس يتواصلوا معاه ويحبوه. والله هي صبا كانت سبب من الاسباب المهمه جدا انا عملت الفيلم ده، هي كانت متحمسه له جدا وما كنتش لسه قريت، وهي الحماسه اللي اديتهاني خلتني اقرا الفيلم بسرعه وابقى مهتم بيه، لان انا كنت مشغول في الوقت ده ساعتها لما كنا بنصور الفيلم، الكلام ده كان من سنتين. فيلم فكرته كانت حلوه جدا وكانت ذكيه، للاسف انا مصوره بقى بقول لك تقريبا سنتين ونص، فكان نفسي ان هو يخلص وينزل في وقتها، بس عارف الظروف بتحصل انه فيلم زي ده ممكن يتاجل. اتمنى دلوقتي انه يعجب الناس، ودي اهم حاجه بالنسبه لي. واتكلمت كمان عن شعور والدتها اللي اتهجرت من فلسطين سنه 48، وان الشعور ده بيخلي الواحد حاسس بالانكسار، وانها شايفه انه واجب عليها انها تتكلم في اعمالها عن ازمه اللاجئين في الوطن العربي عموما. كمان الفنانه صبا مبارك اتكلمت عن دورها في مسلسل افراح القبه، وانها اصلا ما بتعرفش ترقص خالص، وانها كانت محتاجه تدريب على الرقص الشرقي اللي اتخلق في مصر، خصوصا ان الرقصه كانت طويله جدا وان تصويرها استمر حوالي 12 ساعه من 8 بالليل ل 8 الصبح، ودي كانت اول تصريحات ليها عن عملها في افراح القبه. اتكلمت كمان عن انها كانت مكسوفه جدا من الدور علشان رقصها فيه، وكمان اتكلمت عن تجربتها مع المخرج محمد ياسين، وانه مخرج رفيع المستوى ما بيحبش الاستسهال. كمان اتكلمت عن قله مشاركتها في السينما، وان بيتقدم لها اعمال ملهاش علاقه بالاعمال اللي بتحب تقدمها، وقالت ان السينما صحيح ليها قيمه كبيره وبعدها المسرح ثم التلفزيون، لكن الدراما في الوطن العربي قفزت قفزه كبيره جدا مؤخرا، وضربت مثال بمسلسل افراح القبه. وعن مسلسل حكايات بنات قالت صبا انها بتحب المسلسل جدا وانها موجوده في موسم جديد منه، لكن تم تاجيله اكتر من مره، وقالت كمان ان المنتج طارق الجنايني كلمها عن الجزء الجديد لكن لسه ما تعرفش اي تفاصيل عنه. انا مش في حياتك، انت اللي في حياتي، انت اللي دخلت حياتي وشغلت الفراغ اللي انت محتاجه بالظبط فيها. اما الست فغريزتها الحب. بنتمنى التوفيق للفنانة صبا مبارك في السينما، زي ما تميزت جدا في تقديم الأعمال الدرامية، وكمان منتظرين الجزء الثاني من مسلسل حكايات بنات.